الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاقتربنا من نهاية هذا الكتاب، ولعل ما مر معنا فيه كان أصولا يبنى عليها ما بعدها، وكل ما يأتي هو ثمرات في الحقيقة لما مر معنا من هذه الأصول. فكل من حصل ما مضى من المعاني لا شك أنه سيجد وسيجتهد أن يحصل هذا الذي سنتكلم فيه اليوم. فقد تبقى معنا من أدب طالب العلم أدب الطالب مع شيخه، وأدب الطالب في نفسه وفي تحصيله لهذا العلم. فلعلنا فيما تبقى إن شاء الله، لعلنا يعني في مرتين إن شاء الله ننهي هذا الكتاب، فنقرأ المعنى المراد ونقرأ الفقرة المطلوبة ونعلق تعليقا يسيرا عليها. فقط أن تحاول تتابع معي أثناء القراءة حتى نفهم المطلوب من المعاني، وإن كان من تعليق نعلق بعدها. بعد أن انتهينا من المرحلة الأولى التي أطال فيها المصنف الكلام، وهي أدب الطالب في نفسه، وهي من أهم الآداب، انتقل بعد ذلك إلى الثمرة وهي أدب الطالب مع شيخه. كما يقولون السلوك مرآة الفكر، ومعنى السلوك مرآة الفكر يعني بالكيفية التي يفكر بها الإنسان رغما عنه ينعكس هذا على تصرفاته. فالإنسان غير المنضبط فكريا تجد سلوكه سلوكا عشوائيا، وتجد إنسانا غير منضبط بالمرة. هذا ليس محض صدفة، لكن لأنه أصلا في فكره وطريقة تفكيره غير منضبط، فانعكس هذا على سلوكه الذي يتعامل به مع الناس. فكذلك طالب العلم إن كان منضبطا في تفكيره وحصل الآداب المطلوبة في نفسه وصار بحق إنسانا مؤمنا طالبا للعلم، انعكس هذا في صورة سلوك يظهر مع من سواه، لا سيما إن كان هذا الغير هو شيخه الذي يربيه ويعلمه. فنقرأ أول هذه الآداب التي تكلم فيها. قال: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه. حاول ألا يعني تشرد بذنك طول القراءة، حاول ألا يخليك يعني تشرد مني، انتبه. ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته أو واشتهرت صيانته، وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيادة علم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فقد روي عن كثير من السلف قولهم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال الخطيب هو البغدادي: ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة، قد رسم نفسه بآداب العلم من استعمال الصبر والحلم والتواضع للطالبين والرفق بالمتعلمين ولين الجانب ومداراة الصاحب وقول الحق والنصيحة للخلق وغير ذلك من الأوصاف الحميدة. وقال بدر الدين بن جماعة: إذا صبرت، أي بحثت وفتشت أحوال السلف والخلف، لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر، وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات، أي نظرت فيها، وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى والأزهد أوفر، والفلاح بالاشتغال به أكثر. ولا يأخذ، أي الطالب، ممن أخذ علمه من بطون الأوراق، أي لا يأخذ علمه ممن تعلم عن طريق الكتب، ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق، أي المهرة المتقنين،
وقال بعضهم، وهذا من أشهر الأقوال التي اشتهرت في هذا المعنى، من أعظم البلية تشييخ الصحفية، أي الذين تعلموا من الصحف، الصحف التي هي الكتب الورق. وقال ثور بن يزيد: لا يفتي الناس الصحفيون. وقال أبو زرعة: لا يفتي الناس صحفي ولا يقرئهم مصحفي. هذا أول أدب ذكره المصنف رحمه الله في كيف يكون أدب طالب العلم الذي هو أنت يفترض مع شيخه، شيخه هو من يربيه ويعلمه ويوجهه. فبدأ بأول الآداب وهو حسن اختيار الشيخ، فإن الإنسان في حياته هناك أمور غير مخير فيها، فأحد لا أحد يختار أباه وأمه، لكن بالتأكيد كل أحد يختار صاحبه، ومما يدخل فيما فيه مجال الاختيار اختيار الشيخ، فإن الشيخ أنت الذي تختاره وأنت الذي تبحث عمن تتعلم وتذاق هذا العلم. فينبهك إلى أول الآداب أن تفتش جيدا في الشيخ الذي ستأخذ منه العلم. وذكر أوصافا جملتها أن يجتمع في هذا الشيخ معاني الديانة، من العلم الصحيح والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، والدعوة إلى هذا العلم وظهور أثر هذا العلم على هذا الشيخ. فإن سألت كيف الطريق إلى معرفة هذا الشيخ، هذا لا يكون في الغالب إلا بأمرين: أولا ظهور ديانة هذا الشخص، فإن ذوي الديانة وذوي الدعوة والعلم والآداب والإيمان من هؤلاء تظهر صفاتهم ويعرفون ويشتهرون في مجتمعاتهم وقراهم وبلدانهم، فيذيع صيتهم بهذه الديانة، بهذه المعاني من الديانة. الأمر الثاني الاستشارة والسؤال، أن تسأل من سبقك في هذا الطريق، وتسأل واحد واثنين وثلاثة: لمن أحضر؟ هل هذا الشيخ تنصح بالحضور له؟ هذا الشيخ أستفيد منه؟ فإذا فتشت واجتهدت واستشرت واستخرت الله ونظرت واستفتيت قلبك في حال من تجلس إليه وتستمع منه، فأنت يوشك أن توفق إن شاء الله. لماذا؟ لأني كما قلت مرارا ومر معنا كثيرا، الطبع يسرق، والشيخ هذا سيصير الطالب مرآة منه، سيصير صورة كربونية من هذا الشيخ في الغالب إن طالت له صحبة وإن كثر الاقتراب منه، فسيصير آخذا من طباعه ومن علمه ومن طريقته. فإن لم يكن بذاك القدر من الديانة فيحذر الإنسان هذا ويخاف على نفسه. وقال فيما قال، وأنه يقدم هذا، يعني لو قرأت في السطر الرابع: ولا يرغب الطالب في زيادة علم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. مر معنا أن العلم بمعناه اللغوي الذي هو المعلومات شيء، والعلم بمعناه الاصطلاحي الذي هو معنى الديانة وثمرة هذا العلم شيء آخر. فقال إذا وقع أمامه ممن له من العلم الذي هو المعلومات والشهادات والمناصب العلمية حظ وافر، لكنه ليس بذي خلق وبذي دين، وهذا موجود للأسف ممن استخدم الدين كعلوم الدنيا، هو تخصص ودرس وحفظ ونجح واجتهد وربما سبق بحفظه، لكن تبقى ديانته لا يتأسى به فيها ولا تؤخذ من. فقال لا يقدم هذا على ذاك، لا يغامر بدينه، حتى ولو كان هذا الذي سيجلس إليه ينبهر الناس بمعلوماته، فإن كثيرا من الناس يضلون على علم عندهم من العلم ما عندهم، ثم يعني يدلسون على الناس في أمور دينهم ويلبسون عليهم تلبيسا، فإذا بهم ينحرفون بالعلم وهدفه إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى. وختم الكلام بهذه المقولة المشهورة في هذا الأمر: من أعظم البلية تشييخ الصحفية، أن يصير الحال كثير من إخواننا يظن أن العلم مجرد معلومات، فتراه مثلا في بداية طلب العلم من حرصه واجتهاده يقول: أنا مثلا سأعكف على شرح الشيخ فلان المسجل كذا، أو الدروس كذا المشروحة في تسجيل كذا، وهذا خطأ. هذا في بعضه صحيح لكنه ليس في كله صحيح. أنت ستأخذ قدر المعلومات الذي هو مسجل، لكن أين حسن التلقي وأين الانتفاع ببركة هذا الشيخ والأخذ من حسن معالجته للأمور وتصرفاته مع الطلبة وفي المواقف المختلفة؟ هذا دين يا جماعة، دين يتلقى بالتلاقي، أن تلقى هذا الشيخ وتأخذ عنه. فلذلك شتان شتان بين الدرس تحضره في مجلس العلم وتلقى الشيخ، وبين درس آخر
تسمعه في محاضرة، أو بين ثالث مجرد أن يقرأ يمسك الكتاب ويقرأ ويظن أنه قد حصل هذه المعلومة. لا، العلم أعلى قدرا من هذا وأوسع بحرا من هذا القدر الضيق الذي تضيق فهوم الناس عليه. فانتبه إلى هذا المعنى. من أعظم البلية تشيخ الصحفي أن يصير شيخك هو الكتاب، هذا هو الشيخ الذي يعلمك ويربيك. ولكم روى السلف عن أخطاء وطوام وقعت ممن جعل شيخه هو الكتاب الذي بين يديه. كذلك قال أبو زرعة: لا يفتي الناس صحفي، أي من أخذ علمه من الكتب والصحف، ولا يقرئهم مصحفي. لا يقرئهم مصحفي يعني اللي تعلم القرآن من المصحف بدون شيخ. القرآن كذلك يؤخذ بالتلقي من الطالب عن شيخه، لا يؤخذ مجرد ان انا همسك وهجيب المصحف المجود بتاع الشيخ فلان او المصحف المعلم بتاع الشيخ فلان. هل الشيخ هيطلع لك من المصحف يقول لك انت اخطأت في كذا؟ لا، انت تحتاج الى توجيه وتربية. وهكذا العلم يأخذ الشيخ بيدك خطوة خطوة ودرجة درجة ومسألة مسألة. فانتبه واحترم هذا المعنى في العلم، ان الاصل في العلم التلقي والملاقاة والاحتكاك، وأن تأخذ من شيخك لا المعلومات فحسب، لكن حسن تأتيه وحسن تصرفه وسمته وحسن تصرفه وسمته وهديه في التعامل بهذا العلم. فهذا أول الآداب في الطالب مع شيخ، أن يحسن اختيار الشيخ. أكرر أقول: بالاستشارة يستشير من هو أسبق منه، والاستخارة يستخير الله سبحانه وتعالى يحضر لفلان ولا لا يحضر، وهذا من أعظم أسباب التوفيق. وينظر في ديانة هذا الشيخ الذي سيجلس إليه، يوشك إن شاء الله أن ينفعه الله بمثل هذا. أما الأدب الثاني قال: تقديره، أي تقدير الطالب للشيخ، وتواضعه وإجلاله لشيخه، وبذل الجهد في خدمته، وعدم التقدم بين يديه. قال الإمام شعبة بن الحجاج الواسطي: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما حي، ويعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له، وأن يرعى له حقه في ذريته وأقاربه من بعده. وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: وينبغي للمتعلم أن يحسن الأدب مع معلمه ويحمد الله، إذ يسر له من يعلمه من جهله، ويحييه من موته، ويوقظه من سنته، وينتهز الفرصة كل وقت في الأخذ عنه، ويكثر الدعاء له حاضرا أو غائبا. هذا أدب أصيل، أن الإنسان طالب العلم لا يعامل أبدا شيخه معاملة الند، ولا معاملة القرين، ولا معاملة حتى أهل الدنيا لأهل الدنيا. لماذا؟ أبسط شيء حتى تعرف قدر شيخك هذا، استحضر هذا المعنى، أن شيخك هذا هو حلقة الوصل والواسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لولا الشيخ هذا كحلقة وصل في سند العلم ما وصل إليك هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من بعده لولا شيخك لانفرط هذا العقد. فهذا المعنى فقط كافيك لتوقر شيخك وتحترمه وتجله وتتواضع له. وللأسف كثير من الناس يفهمون هذه المعاني على منحى خطأ، منحى التواضع للشيخ، وكلمة ككلمة شعبة بن الحجاج: خدمته ما حي، أن أخدمه ما حي، يفهمونها على فهم خاطئ كفهم الصوفية مع شيوخهم، وهو متابعة الشيخ على أي حال كان، سأصاب أم أخطأ، وفي أي شيء فعل فأنت ذليل منكسر بين يديه. لا، هذا توقير للعلم الذي يحمله الشيخ، لا لمجرد شخص الشيخ، بحيث لو أخطأ الشيخ لن يتابع، لكن بالأدب المطلوب. فالأصل أن طالب العلم الذي عرف قدر شيخه بعد أن اختاره انتقاه من بين أهل العلم ليأخذ عنه دينه وعلمه، أن يجله ويحترمه ويجعله هو حلقة الوصل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقله لهذا العلم، ومن ثم يرفع قدره ويعظمه ويوقره، ولا يستحي أبدا ولا يستنكف من هذا المعنى الذي قاله شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا
مع حي أي خادما مطواعا له جزاء ما علمني وجزاء ما رباني، كلمة من هذا الشيخ ربما تكون سببا في دخول الجنة. وهذه حقيقة لا مبالغة فيها، عامة معاني الإيمان التي يتنافس فيها أهل الديانة إنما هي من أثر العلم الذي تعلموه. عندما تجد الناس يتنافسون في حفظ القرآن مثلا، أو في صلاة الليل، أو في بر آبائهم وأمهاتهم، أو مسارعتهم في الخيرات، ما فعلوا هذا إلا لأنهم تعلموا هذا ممن سبقهم وممن فوقهم، وكل في ميزان من قبله. فشيخك في ميزان شيخه، وكل في ميزان صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، فأنت ثمرة من ثمرات شيخك، لما لا تحترمه، ولما لا تعزره وتوقره وتتواضع؟ لماذا؟ هذا يعني دين في عنقك لهذا الشيخ، أنه أخذ بيدك إلى الله سبحانه وتعالى، وربما كلمة واحدة أخذتها منه تلقى الله عز وجل يوم القيامة، فتدخل بها الجنة، فتعرف الجميل الذي أسداه إليك، فهذا كافيك. فينبغي من عرف هذا المعنى أن يبالغ في الأدب مع الشيخ، وسيأتي يعني تفاصيل لهذا المعنى. وكافيك مثلا في هذا أن نذكر لك الأثر الذي قاله الشافعي رحمه الله، قال: كنت أتصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له. يعني إذا جلس الشافعي في مجلس مالك، ومعلوم أن مالك من شيوخ الشافعي رحمه الله، يقول: كنت إذا جلست بين يدي أتصفح الصفحة صفحا رقيقا هيبة له، مش اللي هو وصوت الكياس وصوت الحركة والفرق، لا، من هيبته لشيخه وتوقيره وتعظيمه لشيخه للدين الذي يحمله شيخه، كان يتعامل مع شيخه بمنتهى الرقة والأدب ومعاني الإجلال والتواضع، فربما ظهر حتى هذا في تقلبه لصفحة الورقة. وقال الربيع: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له، احتراما للشيخ. وهذا كنا يعني فيما مضى من الأزمان نسمعه من شيوخنا وأساتذتنا حتى في المدارس النظامية، كيف كان المعلم قديما يحترم، وإذا شاف المعلم جاي في طريق الطالب بيمشي من الطريق، طبعا قديما، هذه ذكريات، هذا كلام أساطير الأولين الآن، فعلا ينقل، أنا أحكي جيل عن جيل، كانوا يقولون أنهم كانوا يفعلون هذا مع شيوخهم، وهذا في علم الدنيا، في المدرس كان بيديه في الفصل. فما ظنك بشيخك الذي علمك الدين؟ فلا تستكبر ولا تستنكف ولا يغر الشيطان صدرك، لأن الشيطان كثيرا يتلاعب بقلوب إخواننا في هذه المعاني. إيه يعني هو نبي من الأنبياء ولا صحابي من الصحابة؟ ما برضو بيصيب وبيخط؟ نعم، لكن له حق علي وعليك أن نتعلم منه، فنوقره ونعطيه ما يليق. أما الأدب الثالث، قال: ملازمته لشيخه للاستفادة من أدبه وأخلاقه وسمته. قال أبو الدرداء: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. وقال إبراهيم النخعي: كنا نأتي مسروقا، وهو أحد التابعين وأكبرهم، فنتعلم من هديه ودله. دله أي أفعاله التي تدل على شيء ما، يعني ما يستدل من أفعاله على شيء ما، يعني سلوكه، معنى سلوكه يعني. وعن ابن وهب قال: ما تعلمت من أدب مالك أفضل من علمه. ولقد أحسن عبد الله بن المبارك في ميم ساقطة في كلمة المبارك، حيث يقول: أيها الطالب علما، إيت حماد بن زيد فالتمس حلما وعلما ثم قيده بقيد. هذا أدب ثالث. فبعد أن تختار الشيخ وتنظر في من ستأخذ عنه دينك، وتعمد إلى التواضع والإجلال والاحترام له، أن تلازمه وتكون ملاصقا له، فبقدر صحبتك لهذا الشيخ فبقدر ما ستأخذ منه. وهذا أمر عرف بالعقل والنقل والاستقراء وكل الأدلة. ما أخذ أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذ أبو بكر وعمر، وهذا معلوم بالطبع، لأنهم أكثر من صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقس على هذا كل واحد من الصحابة مع تلامذته من التابعين ونحو ذلك، فهذا شيء معلوم، وهذا في الدنيا متعارف عليه، أن كثرة الصحبة يأخذ منها الإنسان ويتلقى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنة، لأن الإيمان ينتقل بطول الصحبة. فيعلمك الشيخ هنا هذا الأدب الدقيق، فيقول: ملازمة الشيخ،
كلما صاحبت شيخك وكلما اقتربت منه، كلما حضرت مجالسه، كلما استفتيته وسألته بالأدب اللائق وبالاحترام، كلما انتفعت أكثر. فيكون الطالب مع الشيخ كالمريض مع الطبيب الذي يتردد على الطبيب. المريض الذي يذهب إلى الطبيب زيارة ثم يذهب إلى حال سبيله ثم يداوي نفسه بنفسه، خلافة المريض الذي يذهب مرة ويعاود ثالثة حتى يطمئن على صحته. فأنت كذلك تبقى مع شيخك مرارا وتكرارا، مجلسا تلو مجلس وكتابا تلو كتاب، حتى تطمئن على دينك وحتى يستقر إيمانك على حال تحبه وترضاه. وهذا كان دأبهم وسمتهم رضي الله عنهم ورحمهم الله، حتى يقول ابن وهب: ما تعلمت من أدب مالك من كثرة صحبتي له أكثر مما تعلمت من علمه. فهذا أمر وأصل عظيم في هذا المعنى. ومن مما يتفرع على هذا الأدب الرابع أن يتأدب في الجلوس بين يديه ويشد ذهنه إليه. أنا يحضرني فقط هنا كلمة للذهبي في كتاب التذكرة عن بعض العلماء، قبل أن نترك الأدب الثالث الذي هو ملازمة الشيخ حتى تأخذ منه، وكيف أن الطالب يخرج صورة في الغالب كلما اقترب من شيخ، كلما أخذ منه وصار كالصورة من علمه وديانته. قال الذهبي في التذكرة عن بعض العلماء: كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل من طول صحبته في هديه ودله وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكيع بن الجراح، وكان وكيع يشبه بسفيان، وكان سفيان يشبه بمنصور، وكان منصور يشبه بإبراهيم، وإبراهيم يشبه بعلقمة، وعلقمة يشبه بعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو كالسند، أخذ داود من الإمام أحمد، من وكيع، من سفيان، حتى اتصل السند، حتى كان الأخير منهم كالأول صلوات الله وسلامه عليه. فهذا معنى استقرئ ورؤية في العلماء، كل واحد صار شبيها بمن خلفه. ولا يعني هذا أن يكون صورة ممقوتة، يعني كربونية، بمعنى أن يكون مقلدا لشيخه. لا، كل إنسان ميزه الله بميزة وأعطاه الله ما لم يعطه أحدا سواه. انتبه إلى هذا المعنى، خص الله كل إنسان بما ليس عند أخيه وجاره من الخصال والطباع والمهارات. والموفق من وقف على هذه المعاني وعرفها، لكن يأخذ من شيخه الأصول ثم يتميز هو بعد ذلك. ثم الأدب الرابع: أن يتأدب في الجلوس بين يديه ويشد ذهنه إليه ويحضر له كامل حواسه ولا يقصر في الإصغاء أي الاستماع، فيتشاغل بفكر أو حديث أو نحو ذلك. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال لابنه: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. من أدب طالب العلم مع شيخه أن يكون جلوسه بين يدي شيخه جلوسا مؤدبا، بمعنى ألا يعني يجلس مادا رجله في وجه شيخه ولا موليا ظهره إياه. ما ينفعش تبقى الشيخ قاعد وانت لمجرد مثلا قاعدة معانا هتتعرف تقوم مد ظهرك للشيخ، ولا أن تنصرف عنه. يقول: ويصغي إليه إصغاء ويجمع حواسه عليه. وكان إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحلق أصحابه رضي الله عنهم حوله حلقا، كما ترى في حول الكعبة هكذا كانوا يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ربما تركوا الفاضل إلى المفضول، ربما تركوا التوجه إلى القبلة إذا كان جلوس الكبير هذا في اتجاه غير القبلة، ليتحلقوا حوله. وكلما اقترب الطالب من شيخه اقترابا حسيا بالمسافات كان انتفاعه أكثر. وهذه يعني تعلمناها في بداية الطلب من مشايخنا ورأينا أثرها. اللي قاعد يسمع هنا في الصف الأول غير اللي قاعد في الصف الأخير، غير اللي قاعد بيسمع الدرس في المكبرات، غير اللي ماشي في الشارع فسمع الكلمة، حتى لو الكل سمع نفس الكلمة، لكن لا يمكن أن يكون التأثير واحدا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت كانت له بكل خطوة يمشيها أجر سنة صيامها وقيامها. فالاقتراب هذا أمر مطلوب
اقتراب المسافه حتى، مش مجرد الملازمه فحسب، وتكون بعض اخواننا يفضل الجلوس في اخر الصفوف، هو بيحب كده، وهذا يكون في الغالب طبعا شخصيا، بيكون هو بيحب العزله بعض الشيء ويميل الى الجلوس منفردا، هذا يكون طبعا شخصيا، لكن لا ينفع صاحبه. الانتفاع اكثر كلما اقترب الانسان كلما اجتمعت حواسه. تعال ناخدها بالعقل، لو هنحسب العقل بعيدا عن الذي اقوله، الجالس في الامام ليس امامه من المؤثرات الا مؤثر واحد هو الشيخ، الجالس وراءه وامامه الشيخ ومن هو جالس امامه، فلو تحرك اللي قدامه حركه هتاخد جزء من انتباهه وتركيزه، اللي قاعد بعده قدامه صفين وربما كرسي وربما مروحه شغاله وربما، فلو حصل اي تغيير في حاجه من الحاجات دي تاخد جزء من انتباهه، والجالس في النهايه معه المنطقه كلها، معه المسجد كله، فهذا بالعقل قبل ان يكون حتى بالتجربه. فانتبه الى هذا الموضوع، كلما اقتربت حتى من شيخك وكلما كنت لصيقا به كلما انتفعت بالاخذ منه. الادب الخامس وهو من اهم واكد الاداب، ان يصبر على جفوه تصدر من شيخه، الجفوه الشده والغلظه او سوء خلق. سوء خلق، والشيخ قد يكون عنده سوء خلق، ليس المقصود سوء خلق يعني سوء ادب، يعني الشيخ هيكون يعني بيسيء الادب في المسجد، لكن يقصد بعض الطباع التي هي مقتضى البشريه، فالشيخ هذا ليس نبيا ولا رسولا، ربما بعض اهل العلم او كل العلم له شيء في شخصيته وطريقه كلامه مثلا تؤخذ عليه لا تؤخذ منه، فهذا المقصود بسوء خلق، ليس سوء الخلق معناه المنفر انه هيجلس يعلم الناس سوء الخلق، هذا لا يتصور، ولا يصده ذلك عن ملازمته وحسن عقيدته ويحمل أفعاله التي يظهر أن الصواب خلافها على أحسن محمل ويتأولها على أحسن تأويل والتماس العذر له. عن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال، لا تلح عليه في السؤال ولا تعنته في الجواب، يعني إن ظهر منه أنه انصرف عنك فلم يجبك لا تلح، هذا معناه أنه انصرف ولا يجيب، فلا تكون متكلفا، وألا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، وهذا قد يكون بالذات مع طول الصحبة، بعض الطلبة إذا طالت صحبته بشيخه وكثر تحركه معه وتنقله معه ربما في البلدان رأى منه ما لم يره الجمع، اللي قاعد قدام الشيخ في الدرس بيشوف بيقعد مع الشيخ ساعة لا يراه إلا وجالس على كتابه يقرأ ويعلم منه، أما الذي يصحب الشيخ ويتنقل معه يرى من طباعه ويرى من أريحيته كشخص بقى وكإنسان عادي مش في صورة الشيخ، فبالتأكيد ربما يرى منه بعض ما يجده في نفسه، فهو إنسان في طريقة كلامه أو معالجته للأمور أو تصرفاته، فيدلك هنا على كيف التعامل مع هذا. ولا تغتابن عنده أحدا ولا تطلبن عثرته، أي خطأه، ما تروحش تبحث عنها، ما تتكلفش أن تبحث عن عثرة الشيخ، وإن زل أي أخطأ قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله، أي لحق الله سبحانه وتعالى، ليس لشخص فهو إنسان، لكن لحق العلم الذي تحمله هذا الشيخ ما دام يحفظ أمر الله. ولا تجلسن أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، وهذا من توقير العلم والدين، فانتبه إلى هذا المعنى، وهذا والله من أنفع، من أكثر ما تنتفع به، أنه لن تلقى شيخا ولن تصاحب عالما إن كنت فاعلا إلا وسترى منه بعض ما تجد في صدرك كما قلت من طريقة كلامه أو تصرفاته أو حركاته وسجيته أو معالجته لبعض الأمور والمواقف، ستجد في نفسك في بعض الأحيان، فانتبه أنك لا تصاحب نبيا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، هذا شخص وإنسان، لكن عذره عند الله أن حسناته فيما يظهر غلبت سيئاته، وأن يد الفضل له عليك أكبر بكثير مما رأيت من سوءاته، فعندها تخفي هذا وتصرف النظر عنه وتحمله على أحسن محمل، وتحمله على أحسن محمل. مثلا أنت تسكن في حي يسكن فيه شيخك، مثلا كنت جارا له وتصلي في مسجد، فرأيت أن الشيخ يعني لا يظهر في بعض الصلوات، هنا سوء الظن يذهب بالإنسان ليه؟
طب ما الشيخ برضه في اوقات ما بيصلاش في المسجد، ما ساعات بيروح منه الفجر، ما الشيخ بيجي متأخر ساعات. لا، الموفق هنا يحمل فعال شيخي على احسن المحامل، لعل الشيخ يصلي في مسجد اخر، من قال انه لا يوجد الا هذا المسجد، لعله مسافر، لعله تأخر لعذر طارئ، لعله حين لا يصلي الفجر انه مريض، او لعله صلاه في مسجد اخر، او لعله لعله. والتمس لاخيك 70 عذرا، فان لم تجد فلا تلومن الا نفسك، الاعذار كثيرة، لكن يبقى دائما حجة الشيطان هي اول ما يأتي في ذهن مسيء الظن. انتبهوا والله اخوانا الى هذا المعنى، حجة الشيطان وبرهان الشيطان عندك الذي هو سوء الظن يبقى هو الاحتمال الاول عند من لم ينتفع بالعلم. الانسان الذي تربى على العلم وانتفع واخذ من ثمرته يحسن ايجاد الاعذار والتماس الاعذار. ونصيحة من اخ الاخوانكو، والله تظل تقول لعله كذا لعله كذا لعله كذا، والشيطان يجتهد معك ان يبرهن لك ان هذا غير صحيح. اسمع هذا الكلام وستجد في يوم من الايام، اذا رأيت سوء فعل من احد من اخوانك ليس يشترط الشيخ بحسب، فقل لعله. واحد مديك معاده مجاش او اتأخر مثلا، فتجد الشيطان دايما يصدر لك اول حاجة، ما مش مهتم، اصله مش في دماغه، اصله مش حاسس بيك، اصله مش كذا، اصله مش كذا. فتأتي بإيمانك تعالج هذه المسألة، تقول لا لعله اتخيله الان وهو في الطريق، والطريق وقف مثلا، او سيارته تعطلت، او هو نازل نسي مثلا تليفونه او مفاتيحه فرجع يجيبها فلقى مش عارف ايه، او والدته او والده احتاجه في حاجة فاضطر يتأخر شوي. طب ما اتصلش بيك ليه؟ الشيطان بقى بيخش ايه بالتبريرات، لعل فعلا تليفونه كان نسيه، ولعل تتصل بيه غير متاح، لعله لعله لعله. والشيطان يجاهد معك ان يفند لك الادلة، ثم والله تكتشف في النهاية ان هذه الامور التي حاول الشيطان ان يعني يبرهن لك انها حجج وهي تجد وهي الصحيحة. يجي لك صاحبك يقول لك والله ده انا بس نسيت التليفون ورجعت كمان لقيته فاصل شحن، وانت الشيطان كان عمال يحلف لك انه مش ممكن، استحالة يعني، ليه يعني، ليه يعني، طب ما فيش كذا، ما فيش حد. وتكتشف في النهاية هذه بالخبرة والله، فستذكرون ما اقول لكم لمن عمل بهذه النصيحة وجاهد نفسه ان يحمل فعال الناس على احسن المحامل، سيحدث امران. الامر الاول ان الشيطان سيجتهد معك ان يبرهن لك ان هذه براهين ضعيفة ومش ممكن يكون كذا. والامر الثاني انه سيكتشف في النهاية ان ما فكر فيه بحسن ظنه هو الصحيح. لعلنا نلتقي بعد هذا وتقولون ان يعني هذا يدلك على، هذا يدلك على ان الشيطان حجج واحدة مع الناس جميعا، وحجج اوهى من بيت العنكبوت. لكن ما المشكلة؟ المشكلة انها تصادف قلبا سيئا للظن، قلبا متلمسا للعثرات، باحثا عن الزلات، فتقع فيه فيحدث سوء الظن والخلاف والاشكال. فما ظنك ان يكون هذا مع الشيخ؟ فالموفق ان يكون مع الناس جميعا على هذا الحال، يتلمس الاعذار ويبحث عن مواطن الخلل فيسدها ويخفيها ولا يتعرض لها، فهذا من انفع الاداب لطالب العلم. انظر الى الادب الدقيق السادس هذا، قال اذا سمع من شيخه شيئا قد سمعه او يحسنه فليصغ اليه اصغاء من يسمع ذلك لاول مرة. هذا بقى كلام حملت العلم فعلا واصحاب الادب الرفيع. قال عطاء ابن ابي رباح اني لا اسمع الحديث من الرجل وانا اعلم به منه فاريه من نفسي الا اني لا احسن منه شيئا. وقال ايضا واني لا اسمع الشاب لا يتحدث بالحديث فاسمع له كاني لم اسمع به ولقد سمعته قبل ان يولد. ولا يسبق الشيخ الى شرح مساله او جواب سؤال منه او من غيره ولا يساوقه فيه. هذه من أرفع الأداب، وإن دلت على شيء تدل على بصيرة وتوفيق من الله لهذا طالب العلم، أن الإنسان إذا سمع من شيخه مسألة أو معلومة مش أول ما الشيخ يبادر بالنصيحة عارف اللي حضرتك قلتها قبل كده، لا، هذا عدم توفيق فعلا من وجهين. الوجه الأول أن هذا خلاف الأدب تماما. عامة السلف على ما سمعت إني لا أسمع الحديث من الرجل فأظهر أني أسمعه لأول مرة وربما سمعته من قبل أن يولد، فهذا من إساءة الأدب. ثانيا أنك لن تعدم فائدة، ربما تكون قصة واحدة حكاها الشيخ مرة واثنتين وثلاثة ثم يحكيها الرابعة بفائدة جديدة لم تسمعها مطلقا من قبل، وهذا أيضا تجده.
تجد في كل مرة خلافا في طريقة العرض وفائدة جديدة لم تخرج بها من قبل. فالموفق من يسير على هذا الأدب ليس مع الشيخ حسب. تعرفين دي مشهورة في إيه؟ الناس لما يقول بعضهم النكت يقول له إيه؟ قديمة. هذا سوء أدب في سوء أدب أصلا يعني. فهذا آكد في معاني الديانة ومعاني العلم، أنك إذا سمعت الفائدة فلا تردها وتظهر الاهتمام حتى من صاحبك ليس من شيخك حسب. واحد يقول لك ده أنا وقفت على فائدة النهاردة كذا وكذا، وربما تكون فائدة بسيطة جدا وأنت تعلمتها في أول يوم جلست فيه تطلب العلم، لكن انظر والله في حال قلبك. أنا عايزك تشوف نفسك بعد كل أدب من هذه الأداب إن عملت به، وانظر في حال قلبك وإيمانك إذا عملت بمقتضى، تجد والله طمأنينة وسكينة وراحة بال ورجاحة عقل ورزانة وثقة بالنفس يدفعها الله في قلبك دفعا مكافأة لك على حسن أدبك. فانتبه إلى هذا المعنى وتأمل فيه واعمل به ترى ثمرته إن شاء الله. إذا رأيت من شيخك تكرار الأحاديث أو معودة لنفس الكلام فلا تبادر وتقول سمعناه أو حضرتك قلتها قبل كده، لا هذا غير صحيح. قال ولا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه، وهذا للأسف أدب غائب عند كثير من إخواننا. يعني ربما يكون الشيخ في مجمع أو خارج مثلا من المسجد ويستيقفه أحد من الناس يسأله عن مسألة، فتلاقي الأخ من جنب الشيخ ده أنا سمعت إن فيها كذا وسمعت إن الشيخ فلان بيقول فيها كذا أو قرأت فيها كذا، أنت منتظر إيه من الشيخ؟ يقول لك خلاص ماشي فضل أفتي أنت، أنا لن أتكلم مع كلامك. فهذا سوء أدب أن يسابق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال أو نحو ذلك. حتى قال ولا يساوق فيه، أي لا يساويه فيه، يسمع للشيخ ويتعلم منه ويكون ذليلا بين يديه يأخذ كل ما عنده. سابعا ألا يستحي من السؤال عما أشكل عليه فهمه بتلطف وحسن خطاب وحسن أدب، ولا يسأل عن شيء في غير موضعه، وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، وإن أخطأ في الجواب تلطف في التصحيح. هذا أيضا من أرفع الأدب وآكدها، أن الإنسان متى كان حريصا على السؤال، متى كان حريصا على العلم، متى كان أقرب للتوفيق. إنما اللي قاعد ساكت لا بيتكلم ولا بيتفاعل ولا بيسأل، هذا يوشك أن يأخذ العلم هكذا، ويوشك أن يعني ما فهمه على الخطأ يأخذه هكذا. فالإنسان يسأل يسأل يعني مش يتكلف السؤال، يعني مش لازم بقى بعد الدرس أقف أسأل، لا إذا فعلا عنت له مسألة لم يفهمها أو أمر لم يستوضحه، كلمة مثلا عدى وأنا بقرأ مثلا كلمة ويختار من شيخي الحذاق، مش عارف عدها وخلاص، وقال لك يمكن ما يسأله خلاص ويشوف إيه المعنى الكلمة دي هذه إذا كان مما يحتاج إلى مسألة، أو يبحث وإن بحث ولم يجد غايته سأل. فهذا من أنفع الأداب أن يسأل ويتحرى المسألة، لكن بتلطف وحسن خطاب، بتلطف وحسن خطاب. بعض الناس عنده اندفاعية وعصبية وسوء أدب في سؤال الشيخ، يا شيخ هو اللي بيعمل كذا حكمه إيه؟ فيش حاجة اسمها يعني هذه الطريقة ممقوتة. في هناك طريقة للسؤال، صوت منخفض، حسن تأتي، بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم، شيخنا حفظكم الله، مسألة كنت أود أن أسأل عنها كذا وكذا، ما الحكم في من فعلك. لكن اللي بيخش باندفاعية كأنه بيسأل على عنوان شارع في الطريق، هذا يوشك أن يحرم بركة العلم. فانتبه إلى هذا المعنى، ليس السؤال فحسب، لكن حسن التأتي في المسألة، وأن يتخير الوقت الذي يسأل فيه، ما يجيش والشيخ شغال بيشرح هم داخله في وسط الشرح بسؤال كذا، لا ينتظر حتى يرى من الشيخ سكوتا أو يرى وقتا معروف أن الشيخ يسمع فيه بالأسئلة فيدخل بسؤاله فيسأل ويحسن السؤال، ما يجيش احنا بنتكلم في مسألة في فقه الوضوء والصلاة ونحو ذلك ويتكلم يا شيخ طب لو واحد مات وترك ابن وابنة وميراثه كذا يعمل، هذا يعني من عدم التوفيق. له أن يسأل ذلك لكن في غير هذا الموطن، مش في يختار السؤال ووقته وطريقته ونوعه. الأدب الثامن وفي نهاية الأدب قال وإن أخطأ الشيخ، إن سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه، ربما الشيخ لم يضبط المسألة بعد فيحتاج أن يراجعها، ربما الشيخ يستنكف أن يجيب عن هذا السؤال، ربما الشيخ تمسه هذه المسألة ف أراد ألا يجيب حتى لا يتهم فيها تهمة شخصية، كأن يسأل عن حكم بيع شيء ما ويكون الشيخ هو اللي بيبيع هو
تجارته وعمله في هذا، فيعرض الشيخ تعريضا فلا يجيب عن هذه المسألة، فلا يلح علي. ما جاوبتش لي يا شيخنا، طب مسألة كذا ما حضرتك ما قلتلناش الجواب. خلاص طالما الشيخ أظهر أنه لا يجيب بعد ذلك، يعني لك طرق أخرى تستطيع أن تصل بها إلى الإجابة، كأن تسأل غيره أو أن تسوق عليه من هو أقرب إليه منه أو نحو ذلك، لكن مش بطريقة الإلحاح والمدافع. وإن أخطأ في الجواب سواء في جواب السؤال أو في وسط الدرس، يعني لو هو بيتكلم حتى وقال كلمة غلط أو معلومة غلط، مش غلط يا شيخ، ما مش كده، ما المعلومة دي غلط على فكرة. والله رأينا هذا كثيرا، يعني بعض إخواننا لا يستنكف أن يفعل هذا، غلط يا شيخ مش كده، أو لا على فكرة في قول تاني الشيخ فلان قاله. هذا من سوء الأدب مع أهل العلم. إن أخطأ الشيخ صحح له بلطف، قد يرسل إليه ورق، بارك الله فيكم سمعت حضرتك أو فضيلتك تقول كذا وأشكل علي هذه المسألة، بحسن تأدي وتلطف، لعله فلان أو لعله فلان أو لعل المسألة كذا أم أنا أخطأت في الفهم، يظهر أنه يستفسر ويستفهم، فعندها يراجع الشيخ فيقول هو الذي يقر بخط. لكن طريقة الاندفاعية والهجوم هذه لا تأتي على صاحبها إلا بمحق البركة. الأدب الثامن، قال عبد الملك ابن قريب الأصمعي: إذا كانت في العالم خصال أربع وفي المتعلم خصال أربع اتفق أمرهما وتم، فإن نقصت من واحد منهما خصلة لم يتم أمرهما. أما التي في العالم فالعقل والصبر والرفق والبذل، وأما التي في المتعلم فالحرص والفراغ والحفظ والعقل، لأن العالم إن لم يحسن، يفسر واحد واحد، إن لم يحسن تدبير المتعلم بعقله خلط عليه أمره، وإن لم يكن له صبر عليه مله، لأن بالتأكيد الإنسان حديث العهد بالعلم أكيد ستظهر هذه الأخطاء، ولا بد، ليس العيب أن تخطئ وليس العيب أن تفتقد أدبا من هذه الأداب، لكن العيب أن تبقى على هذا. فأنت مطالب بالأدب وأن تعالج نفسك، والشيخ أيضا مطالب أن يصبر على عيب تلميذه وعيب من يتعلم منه. فالشيخ إن لم يكن صبورا لم ينفع الناس بعلمه، سيمل، وإن لم يرفق به أي بالطالب بغض إليه العلم، إن تمادى في أن ينهره أو يسبه ونحو ذلك بغض إليه العلم والتعلم، وإن لم يبذل، إن لم يكن بذولا، إن لم يبذل له علمه لم ينتفع به، إن أمسك المسائل والعلم لم ينتفع. وأما المتعلم فإن لم يكن له عقل لم يفهم، لابد أن يكون إنسان عنده الحد الأدنى من الفهم، وإن لم يكن له حرص لم يتعلم، قد يكون إنسان عنده ملكة وحفظ وعقل لكن غير حريص، لا يحضر ولا يواظب ولا يذاكر ولا يجمع المعلومات فلا ينتفع، وإن لم يفرغ للعلم قلبه لم يعقل عن معلمه وساء حفظه، وإذا ساء حفظه كان ما يكون بينهما مثل الكتاب على الماء، زي من ينقش على الماء لا يبقى من هذا أثر ولا شيء. فهذه آداب ثمانية جمعها المصنف، وهي من أبرك وآكد وأنفع ما يكون، وهي من أجل ثمرات هذا العلم. فمن أراد أن يزن نفسه على ميزان العلم ويرى هل فعلا انتفع بحضوره لمجالس العلم أم لا، ينظر والله أخوانا في هذه الأداب ويزن نفسه عليه، ويرقب بعينه وقلبه من هو أسبق منه، ويرى كيف يتعامل مع شيخه وعالمه ويتأسى به، وينظر في حاله، يوشك إن شاء الله أن ينتفع ويتربى إن شاء الله على هذه المعاني. ختم الكلام المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، قال: آداب الطالب في درسه وبرنامجه فيه. درسه يعني حال جلوسه في المجلس في نفسه، وبرنامجه فيه أي في طلبه لهذا العلم. سترى أن هذه الآداب هي حصيلة ما مضى من الآداب، يأخذ من كل بستان زهرة هكذا، حتى ربما تجد بعض العبارات مكررة والآداب معادة، فهذه ثمرة وحصيلة ما مضى من الأداب، بعد أن يتأدب في نفسه بهذه الأداب ويتأدب مع شيخه ويأخذ بدرجات العلم التي تكلمنا فيها في صدر الكتاب، سيكون هذا أثره على صاحبنا هذا. أولا، قال أبو عمر بن عبد البر: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل،
ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. وقال الحافظ، قال الحافظ ابن جماعة: يبتدئ أولا بكتاب الله عز وجل. يعني هذه خلاصة النقطة الأولى، يبتدئ أولا بكتاب الله عز وجل فيتقنه حفظا، ويجتهد على إتقان تفسيره وسائر علومه، فإنه أصل العلوم وأمها وأهمها. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: ينبغي للطالب أن يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، إذ كان أجل العلوم وأولاها بالسبق والتقديم. هذا هو الأدب الأول للطالب في درسه وبرنامجه في طلب العلم، خلاصته ألا يجاوز كتاب الله، وهذا مر معنا وتكلمنا فيه باستفاضة، وهو ليس على سبيل الفرضية، لكن على سبيل أنه لا ينبغي لإنسان يطلب العلم ويطلب الدين ثم يتجاوز أصل هذه العلوم وأصل هذا الدين. ومن علامات البركة، البركة والتوفيق وأمارات فتح الله لهذا العبد، أن يوفق في حفظ كتاب الله أثناء أو في بداية طلب العلم. وإذا رأيت إنسانا فتح له في طلب العلم ووفق في جرد الكتب وحفظ المتون ولم يوفق في حفظ كتاب الله، فاعلم أنه مخذول وغير موفق، حتى وإن حصل ما حصل، حتى وإن حضر من الدروس ما حضر، حتى وإن حصل من الشهادات ما حصل، وإن لازم من العلماء ما لازم، ثم هو أبعد ما يكون عن كتاب الله لا يكون موفقا، وسيرى غب هذا في آجل أمره وستراه أنت هكذا. فلا تتعجلن بالحكم على الأمور والنظر في هذه الأمور، ولا تتعجلن بالحكم. كتاب الله ميزان لإيمان العبد، هذه الخلاصة، والله يا أخواننا هذه الخلاصة، كتاب الله ميزانك في حياتك. انظر على قدر قربك منه، على قدر قربك من الله، على قدر توفيقك في تحصيله، على قدر توفيقك في حياتك كلها ومنها طلب العلم. فانظر، والناس في هذا مقل ومستكثر، فابحث عن أقصر الطرق إلى الله عز وجل واسلكها. قال، وهذا أيضا مر معنا: ثم يحفظ من كل فن مختصرا، أي متن من المتون، يجمع فيه بين طرفي الحديث وعلومه والفقه وأصوله والنحو والتصريف. انظر إلى التنبيه مرة أخرى: ولا يشغله ذلك عن مدارسة القرآن وتعهده وملازمة ورده، في تاء زائدة هنا، وملازمة مش ملازمته، وملازمة ورده من كل يوم أو أيام أو جمعة. وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد فيه أحاديث تزجر عنه. وهذا عين ما نبهنا عليه، أن كتب العلم وحفظ المتون، ونبهنا من قبل على معنى المتون، قلنا في كل علم هناك كتاب مختصر يجمع هذا العلم، يحفظ هذا المتن ثم تبني عليه في القراءة والاطراء، كما سيأتي الآن في الدرجات التي ذكرها. فلا يشغلنه هذا عن القرآن. ورد بعض الأحاديث في من حفظ القرآن ثم نسيه، فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجذم، أجذم أي مقطع الأطراف. وورد أو روية أنه قال: عرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذه أحاديث ضعيفة ليست صحيحة، لكنها فيها ترهيب وفيها تخويف من أن يقترب الإنسان من القرآن ثم يصرف عنه. كما قلت لك، القرآن ميزانك في حياتك كلها وفي طلبك للعلم. ثالثا قال: ثم يشتغل بشرح تلك المختصرات على المشايخ، حفظ من كل فن متنا أو مختصرا، يبدأ بقى يحضر شروح هذه المتون على المشايخ. وليحذر من الاعتماد في ذلك على الكتب أبدا، أي دائما، بل يعتمد في كل فن من هو أحسن تعليما له، يرى في كل فن من فتح الله عز وجل له فيه. سترى أن بالاستقراء، يعني أن كل فن من الفنون يسر الله لأحد أهل العلم فيه، فترى في الحديث الشيخ فلان والشيخ فلان، وترى في الرقائق ونحو ذلك الشيخ فلان أكثر ما ينتفع بموعظته، وسترى في باب العقيدة فلان مما ينتفع به. ولا شك أن كل واحد منهم عنده المجموع، لكن ميزه الله في باب من الأبواب، كما ميز الشيخ الألباني مثلا في علم الحديث، وميز الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين في الفقه ونحو ذلك. فهذه يعني لا إشكال فيها مطلقا، ف ينظر من سبقه في كل فن فيتعلم منه.
وينظر من هو أكثر تحقيقا فيه وتحصيلا منه، وأخبرهم بالكتاب الذي قرأه بعد مراعاة الصفات التي تقدم ذكرها من الصلاح والاستقامة وحسن المعتقد والورع ونحو ذلك. رابعا، وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه، بعد أن ذكر أنك تحفظ القرآن ثم تحفظ المتون ثم شرح تحضر شروح الكتب التي هي الدروس العلم، قال الرابع ليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه، يعني لا يتوانى، وفي نفس الوقت لا يحمل نفسه فوق ما تطيق. قال وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. قال الخطيب البغدادي ولا يأخذ الطالب نفسه بما لا يطيقه، بل يقتصر على اليسير الذي يضبطه ويحكم حفظه ويتقنه. ثم ذكر بإسناده إلى إسماعيل بن علية قال كنت أسمع من أيوب 5 أحاديث ولو حدثني بأكثر من ذلك ما أردت. وعن سفيان الثوري قال كنت آتي الأعمش ومنصورا فأسمع 4 أحاديث 5، يعني من 4 إلى 5، ثم أنصرف كراهة أن تكثر وتفلت، أي تتفلت منه. وفي ترجمة سفيان الثوري في الحلية لأبي نعيم الأصبهاني عن زيد بن الحباب قال سمعت الثوري وسأله شيخ عن حديث فأجابه، ثم عن آخر فأجابه، ثم عن ثالث فأجابه، ثم سأله في الرابعة فقال، رد عليه سفيان قال إنما كنت أقرأ على الشيوخ الحديثين والثلاثة لا أزيد حتى أعرف العلم والعمل بهما. فألح الشيخ عليه فلم يجب، فجلس الشيخ يبكي، فقال له سفيان يا هذا تريد ما أخذته في 40 سنة تأخذه أنت في يوم واحد؟ يعني العلم كسنة من سنن الله فيه تدرج، لا يمكن أن يؤخذ هكذا دفعة واحدة، ومن سنن الله الكونية، وهذا في العلم وغيره، ما جاء جملة ذهب جملة، وعلى قدر سرعة تحصيل الشيء على قدر سرعة ذهابه وفقده، هذا أمر معلوم بالاستقراء وعند العقلاء. ترى التاجر الموفق الذي وسع الله في تجارته، عمرك شفت واحد بدأ نط من فوق؟ ترى بيبدأ دايما حاجة بسيطة ثم تتسع، ويقول لك ده احنا عانينا في البداية وكابدنا وكانش فيه غيرنا في السوق، وكنا 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 حتى صار الآن مفتوحا له كما يقولون. هكذا في العلم، لا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق. بعض إخواننا من العجلة والتسرع عايز في خلال 1 2 3 يكون هضم، ويرى نفسه دائما مقصرا، وده انا ما قرأتش في كذا وما حصلش كذا وما حضرتش في كذا، فتلاقي في كل الصنوف وفي كل الابواب وفي كل، في النهاية تجد هذه الامور كما جاءت مرة واحدة ذهبت مرة واحدة. لذلك من انفع هذه الامور المعاهد العلمية، وهذه من بركة هذه المعاهد انها منظمة ومرتبة ومدرجة، فهذا من انفع ما يكون فيها. حتى وان كان غيرك ربما يحضر كل يوم من الدروس درس واثنين وثلاثة، لكن التخبط وعدم التنظيم هذا يدفع في النهاية أن ما جاء جملة ذاب جملة كما سيأتي، وهذه سنة كونية. وعن شعبة أيضا قال كنت آتي قتادة فأسأله عن حديثين فيحدثني ثم يقول أزيدك، فأقول لا حتى أحفظهما وأتقنهما. وعن يونس ابن يزيد قال لابن شهاب يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية بأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وعن عبد الرزاق عن معمر قال سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديث وحديثان. وهكذا نحن نقول إنما يدرك العلم درس ودرسان وامتحان وامتحانان وكتاب وكتابان حتى يقيم الله عز وجل لك أمرك فيه. وعن أبي عمرو الأوزاعي قال عرضنا على مالك الموطأ في 40 يوما فقال كتاب ألفته في 40 سنة أخذتموه في 40 يوما قل ما تفقهون فيه. خامسا، إذا شرح محفوظاته المختصرات
وضبط ما فيها من الإشكالات والفوائد المهمات اللي هي الخطوات بقى الماضية، حفظ المتون وحضر الدروس، عندها اشتد عوده ورسخت قدمه وصار فعلا طالب العلم. مثلا نقول كأن يكون انتهى من المعهد من 4 سنوات، تأتي بها هذه الخطوة الخامسة، انتقل إلى بحث المبسوطات المطولات بقى، كتب التفريعات التي ربما يبقى في المسألة الواحدة يقرأ فيها 100 صفحة ومئة قول لأقوال العلماء، انتقل إلى بحث المبسوطات مع المطالعة الدائمة وتعليق ما يمر به أو يسمعه من الفوائد النفيسة والمسائل الدقيقة، يبدأ يدون ملاحظاته ويضع الفوائد من نفسه هو، يعني يرى فائدة هنا ويرى فائدة هنا، حتى لو لم ينبه إليها صاحب الكتاب حديث أول مرة يعلم يمر عليه فيعلم عليه، وربما يصنع فهرسا للكتاب غير الفهرس الذي وضعه له المصنف فهرسا خاصا بكل هذه. طبعا ليست في البدايات، لكن هذا هو التطور المنطقي الطبيعي لطالب العلم. فأنت العلم والمعهد مثلا يضع لك محوا للأمية الشرعية، يضع لك أصلا في كل أصول، كتاب في الفقه وكتابان، كتاب في العقيدة وكتابان وثلاثة، كتاب في النحو وكتاب في الأدب، كتاب في اللغة، كتاب في يهيئك بعد ذلك أن تجرد المطولات وتمسك بالكتاب فتقرأه من مبدأ إلى منتهى، فيكون لك فيه نظر، يكون لك فيه فهم، ربما لا تحتاج إلى شرحي وربما تحتاج، لكن تستطيع بعد ذلك أن تفك طلاسم العلم. فهذه مرحلة مهمة تأتي تباعا، ولا يستقل فائدة يسمعها أو يتهاون بقاعدة يضبط بها، بل يبادر إلى تعليقها وحفظها. وهذه من أنفع الفوائد التي تعلمناها من مشايخ. أقام الصلاة هيقيموا حالا ولا لسه؟ طيب، هذه من أنفع الفوائد والله أخوانا اللي انتفعنا بها، أنك لا تمر على مسألة إلا أن تفهمها، ولا كلمة إلا أن تضبطها. افتح الكتب وابحث، والمسألة التي ترهق نفسك في البحث عنها والنظر في معانيها، وقال أهل العلم فيها كلما كانت أرسخ، وتسجل هذا بقلمك. مثلا تقرأ في هذا الكتاب وقفت على اسم عالم من العلماء وما انتش عارف تضبط هو اسمه بيتنطق إسماعيل بن علية ولا إسماعيل بن علية، تفتح كتاب من كتب ضبط الأسماء للرجال، أو ما عندكش النت مليان ضبط اسم إسماعيل بن علي، فإذا وقفت على أنه بضم العين وفتح اللام وتشديد الياء تبادر بتسجيل هذه الفائدة وتكتب من كتاب كذا أو استفدتها من كتاب كذا، فترسخ هذه الفائدة وتنتفع بها فيما بعد في بقية عمرك. فإن تتمت هذه الآداب التي تكلمنا فيها اليوم في الطالب في درسه وبرنامجه ونحو ذلك، أنه قال في هذه النقطة الخامسة: ولتكن همته في طلب العلم عالية، فلا يكتفي بقليل العلم مع إمكان كثيره، ولا يقتنع من إرث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بيسيره، ويغتنم وقت فراغه ونشاطه وزمن عافيته وشرخ شبابه ونباهة خاطره وقلة شواغله قبل عوارض البطالة أو موانع الرئاسة، أي قبل الأمور التي تعرض له فينشغل بسببها، أن يحصل رئاسة ما، منصبا ما فيشغله، أو ينال شغلا دنيويا يصرف عن هذا، أو يضعف بدنه بسبب ذهاب الشباب ونحو ذلك. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. فإن الإنسان متى ساد أو صار إماما أو صار مسؤولا في أمر ما، فإنه يكون في عنقه أمانات، والأمانات تحتاج إلى أوقات وتحتاج إلى رعاية، فأي علم يطلب في هذا الوقت؟ لذا نقول: تفقهوا قبل أن تتزوجوا، تفقهوا قبل أن تعملوا، تفقهوا قبل أن يذهب شبابكم. كل هذه معاني من معاني الانشغالات التي إذا جاءت وقعت على الإنسان فأقعدته، فإن لم يقف على أقدامه ويحصل المطلوب منه من العلم في بدايته فيكون من الصعب جدا المواصلة بعد ذلك. وقال الشافعي رحمه الله: تفقه قبل أن ترأس، فإذا رأست فلا سبيل إلى التفقه. هذا من جانبين: الجانب الأول الذي ذكرناه أن الرئاسة أو المسؤوليات أو أن يكون الإنسان عنده شغل يحتاج إلى وقت يشغله، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان إذا ساد أو ترأس أو صار مسؤولا شيء ما، يصير يعني إقباله على العلم، العلم فيه نوع انكسار، فإن طالب العلم ينكسر ويأتي ويجلس، فلا ترى إنسانا كبيرا في منصب أو نحو ذلك يصعب عليه يثقل على نفسه أن يأتي ويجلس مجلس المتعلم،
فهذا إلا من رحم الله. نرى كثيرا من طلبة العلم ممن هم يعني والحمد لله ذوي مناصب في الدنيا، لكن الأصل أن الإنسان إذا صار صاحب منصب تثقل عليه هذه الجلسة. أما الإنسان طالما من عامة الناس، واحد من الناس، إيه مشكلة قاعد بين الناس قاعد، لكن ذوي الوجاهات والمناصب والرئاسات تصعب عليهم هذه الجلسات. فهذا وجه آخر لأمر عمر رضي الله عنه والشافعي رحمه الله للطلب الفقه والعلم قبل السيادة والمناصب ونحو ذلك. سادسا، أن يرغب بقية الطلبة، وهذا من أمانة العلم، أن ينقل وزكاة العلم. إذا تعلم مسألة أو أوجد الله في قلبه معنى ما، أن ينقله إلى من سواه. أن يرغب بقية الطلبة في التحصيل ويدلهم على مظانه إذا عرف درسا ما أو شيخا ما انتفع منه أو نحو ذلك. وهذا كثيرا ترى أن بعض إخوانك حضر لشيخ من الشيوخ أو حضر مجلس ما، المجلس فيه بركة ونفع، فلا يبخل على بقية الناس بالنصح والتوجيه، أن يحضروا لفلان أو يسمعوا منه شرحه لكتاب كذا، فهذا من بركة العلم، ويصرف عنهم الهموم والمشغلة عنه، ويهون عليهم مؤنته، يعني يزل العقبات. يعني يا جماعة الأمر يسير وحرصوا ونحو ذلك، والأوقات إن شاء الله تتسع، ما يصعبش الموضوع عليهم. ويذاكرهم بما حصله من الفوائد والقواعد والضوابط، وينصحهم في الدين، فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه. ومن بخل عليهم بعلمه لم يثبت عمله. هذه ضريبة، كلما زكى الإنسان علمه بأن نشره أو وجه ودل عليه، كلما نفعه كان ردة فعل عكسية لهذا الأمر، أن يثبته الله ويزيده علما. وكما قلت لك من قبل، انظر إلى المسألة تعلمها غيرك وتتكلم فيها، كيف تعود عليك بالثبات والرسوخ في هذه المسألة، فضلا عن المسألة التي تكون حبيسة صدرك أو حبيسة الكتاب، تكون ضعيفة تنسى وتذهب مع الأيام. وإن ثبت حتى العلم لم يثمر، أي ثمرة تكون في كتم وكبت العلم. ولا يفخر على بقية الطلبة أو يعجب بجودة ذهنه إذا رأى الإنسان من الله عز وجل توفيقا وفتحا، وهذا يكون كثيرا عاجلا، يرد الأمر إلى أصله ويرد الفضل إلى صاحبه جل وعلا سبحانه وتعالى. وما توفيق إلا بالله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. وإن حدثته نفسه للحظة أنه فعلا سهر وتعب وجاهد نفسه ونحو ذلك، ينظر إلى قرينه الذي ربما كان يجلس بجواره بالأمس، أين ذهب؟ ما الذي ذهب به وأبقاك أنت؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فكون أن الله عز وجل اختارك دليل أنك يجب أن تشكر، ويجب أن تعرف قيمة النعمة وتردها إلى مزديها إليك جل وعلا، لا أن تتنمر بها حتى لو لم تتكلم. انتبهوا يا أخوانا، هذه المسائل مش بالكلام، مش هتمشي بالناس وتقول أنا بحضر، لا، حتى لو حدثتك نفسك بهذا المعنى، راجع نفسك مباشرة واحمد الله وانسب الفضل لصاحبه جل وعلا عندها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكري، أي يطلب الزيادة منه بدوام شكر هذه النعم. يبقى معنا إن شاء الله بقية يسيرة في هذه المسائل في آداب الطالب في درسه وبرنامجه فيه، بها إن شاء الله نختم فيما نستقبل إن شاء الله من الدرس هذا الكتاب المبارك. الملحقات التي في الكتاب ليست معنا، يعني للاطلاع فقط، عندك ملحق طريق التعليم المتعلم وإرشاد المعلم في تعليمه، وملحق آخر في أبيات ونحو ذلك من الشعر لطالب العلم، فهذه إن شاء الله يعني للقراءة فقط والاطلاع، ليست للشرح، ولست مطالبا بها في الامتحان.